تعود قضية استعادة مقاتلي داعش في سوريا ومصير هؤلاء إلى الواجهة من جديد، مع إعلان المفوض الأوروبي لشؤون الأمن جوليان كينغ عن جهل السلطات الأوروبية لأماكن وجود نحو 2500 شخص غادروا البلدان الأوروبية سابقا إلى مناطق الصراع في سوريا والعراق. جوليان كينغ أشار إلى أن التقديرات التمهيدية تدل على أن 1400 شخص من هؤلاء المقاتلين كانوا قد قتلوا، فيما تم استعادة نحو 1600 مقاتل من قبل عدة دول أوروبية. وبالنسبة لأعداد الأطفال الذين يحملون الجنسية الأوروبية والذي يقيم القسم الأكبر منهم في مخيم الهول شرق الحسكة، فقد ذكرت السلطات الأوروبية بأن قرابة 1400 طفل يحمل أحد والديه على الأقل الجنسية الأوروبية كانوا موجودين في مناطق من سوريا والعراق. صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية كانت قد كشفت في وقت سابق عن تسلل المئات من عناصر تنظيم داعش إلى العراق بعد أن تمت هزيمتهم في سوريا، لتنقل عن مسؤولين أمنيين قولهم إن عناصر التنظيم يواصلون أنشطتهم بوتيرة منخفضة وسط وشمال العراق. وكانت تقارير غربية قد أشارت إلى أن معسكرات الاحتجاز التابعة لميليشيا قسد في شمال شرق سوريا تعج بآلاف الرجال والنساء والأطفال من أكثر من 50 دولة في انتظار قرار دولي بنقلهم إلى تلك الدول التي يحملون جنسيتها.